في حلقة جديدة من حلقات التوتر الأوروبي التركي، الاتحاد الأوروبي يذهب خطوة أبعد في تأجيج الصراع مع أنقرة بتوصية برلمانه بوضع تنظيم الذئاب الرمادية على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية، وهو التنظيم المتواري خلف الفعاليات الثقافية والرياضية كبروباغاندا، إلا أنه يصنف كذراع مسلح للدولة العميقة في تركيا، يدافع عن أيديولوجياته التي تقوم على التفوق العرقي التركي على باقي الأعراق، كما ترتبط هذه الذئاب الرمادي ارتباطا عضويا بحزب الحركة القومية شريك العدالة والتنمية في الحكم. بحنين لأمجاد القرن التاسع عشر والتوسع التركي في أوروبا غرباً وشرقاً، تعمل الذئاب الرمادية على ترسيخ الوجود التركي في دول كألمانيا والنمسا وفرنسا، إلى جانب عملها في الداخل التركي لإسكات كل صوت معارض لمخططات أردوغان من المعارضين الأتراك والأكراد والأرمن واليونانيين أيضاً. الذئاب الرمادية تشكلت في ستينيات القرن الماضي، استمرت في الظل إلى أن زادت أنشطتها عنفاً في الدول الأوروبية ضد معارضي أنقرة، وكانت فرنسا أول من قرر حلها في نوفمبر الماضي بعد تعرض التنظيم للأقلية الأرمنية في فرنسا. لكن القلق في ألمانيا أكبر، حيث أكبر الجاليات في البلاد تركيا. وفقاً لإحصاءات الشرطة الألمانية، تمثل الذئاب الرمادية أحد أكبر تنظيمات اليمين المتطرف بأحد عشر ألف عنصر. وتبقى توصية وضع الذئاب الرمادية على لائحة المنظمات الإرهابية خطوة رمزية لعدم وجود مكتب للتنظيم أو وضع قانوني في أي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. لذلك يرى بعض الدبلوماسيين أن القرار ربما يعقد مراقبتهم، فهل يبحث أردوغان عن أصدقاء في العلن ويطلق في السر يد جماعة من جماعاته الفاشية الجديدة المتعصبة قومياً كما تصنفها أوروبا لزعزعة استقرارها، كورقة إضافية يلعب بها أردوغان في وجه الاتحاد الأوروبي؟